السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، وبقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا عاوتاني درت لكم حلوه اقتصاديه. دائما انا عندي غير الاقتصاد، وما يمكنش شي وحده يمكن ما ديرهاش. يعني حليوات صراحه كيجيو منظورين واقتصاديين، و يعني رخاف على الجيب. حلوه كيف ما كتشوفوها، كنقول لها المنمره ولا كل واحد شنو كيقول ليها. المهم كتجي زوينه الصراحه، وكتخرج كميه لا باس بها. انا درت هذا الطبسيل، ومازال باقي عندي هنايا، باقي في هاد الطوال، باقي سخونه اللي خرجتها. المهم يعني صراحه، ومازال انا مكبراهم، يعني مازال درت واحده شويه متوسطه، ممكن نتوما تصغروها تخرجكم يعني عدد اكبر. المهم يلا نبداو الفيديو، نشوفوا طريقه التحضير والمقادير اللي في هاد الحلوى، يعني مقادير بسيطه. المقادير اللي فيهم عندي هنايا جوج كيسان ديال السكر بودر بنفس الكاس اللي كنعبر به، عندي هنايا جوج كيسان ديال الزيت، عندي معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج بودر، وهنايا الكاكاو غندير تقريبا معلقه ولا معلقه ونص. عندي هنايا نكهه الفانيليا، سكر فانيليا، واكيد غادي نديرو رشه ملح. وعندي هنايا انا دايره هنا ثلاثه زلايف ديال الدقيق، ولكن غادي نشوف واش غادي يكملوا لنا ولا لا، ما غنديروش دفعه واحده. وعندي هنايا ربعه ديال الزبده، ربعه ديال الزبده انا درتها هنايا، حكيتها لانني نسيت ما جبتهاش، على بالي نجبدها من الثلاجه ولكن نسيت، قدر الله ما شاء فعل. المهم دابا يعني المقادير هما هادو، ما فيهاش مقادير بزاف. غادي نخليو هذه حتى نبغاها هي الاخرانيه. غادي نبدا لين انا هاد الزبده، بالسكر بودر هنا جوج كيسان، انا غربلت السكر بودر، من احسن غربلوه، وحتى الكاكاو غربلته، والدقيق كذلك من احسن. غادي نخدمو الزبده كتولي لينه وتشرب هاد السكر بودر، ندخلو فيها كل هاد السكر بودر تولي لينه. انا هنا الزبده درت غير الزبده الحيوانيه هي اللي كنخدم بها، يعني معظم الحلويات اللي كندير انايا كنديرهم غير بالزبده الحيوانيه، بغيت ولد ديال المارغرين اللي هي نباتيه عادي. غير لا درتو الزبده ديال المارغرين اللي هي النباتيه، غادي تزيد واحد نص كاس ديال الزيت، لان هي ماشي دسمه. حركه يا دابا غادي نضيفو الزيت، غادي نضيفو الزيت، وغادي نضيفو شويه ديال الملح. غادي نضيفو الدقيق، وغادي نضيفو الخميرة، هنا قسمتها على جوج، وها
هذه. ندخل فيها صافي. هنايا الطريقة ديالنا سهلة، غادي ناخدو كويرات صغيورين نحاولو نديرهم صغيورين. هكايا ثلاثة الكويرات من الأبيض. كنت تخدمي بيديك، انا كنخدم بيديا. نحط وحده بيضاء وحده لون الشوكولاته، كنديرو بحال هكايا نجمعهم، نحاولو نجمعهم بحال هكا. انا غادي نكمل هاد الوحدات ونرجع معكم. هكا البنات كتجي. المهم ساليتها دابا، انا درت في هاد الاثناء يعني فاش قربت نص نوصل النص ديال الطاوه او الصينيه، شعلت الفران يسخن، شعلت الفرن يسخن على درجه ديال المهم تكون يعني سخن، من بعد ملي كتدخلوها كتنقصوا باش طيب على خاطرها، على حسب الفرن ديال اي وحده، هي عارفه الفرن ديال خير الفرن، ونتلاقاو من بعد نشوفوا النتيجه. وهذه هي الحلوه ديالنا، كتجي بحال هكايا وكتجي هشيشه الصراحه، يعني باقده فيها، خليتها حتى بردت شويه تدفات، يعني حتى يمكن لي نقص الصينيه عاد ديك الساعات نبدا نحيدهم، ومن الاحسن نخليهم حتى يبردوا كاع نهائيا، انا باقي دافين. هكا كتجي، وممكن نحمروها غير من هنايا من برا، ومن هنايا خاص يبقى هاد اللوينات باش يبانو. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه بزاف مقرمشه صراحه، يعني جربوها. نتمنى ان الفكره تعجبكم، وما تنساوش تخليو ليا رايكم واراكم او يعني اراكم في التعليق. هذا مكان ما بقى لي غير نودعكم، وشكرا الدعم ديالكم تشجيعاتكم اليوم، ما تنساوش تعملوا لايك. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا، ويضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلهم يعني كل جديد. هذا ما كان، شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر. تلقاكم، السلام عليكم.